رمضان في مصر مرتبط بدورات الكورة اللي بتبدأ من بعد الفطار وتخلص قبل السحور. الدورات الرمضانية في مصر عالم مليان شغف وجنون وأصول ومهارة وتشجيع وأصوات أعلى من صوت الشارع. هتلاقيها في القرى والحارات الشعبية، في الساحات، في النوادي، على التراب وعلى النجيلة والصالة المغطاة، مش مهم المكان، كل المصريين بيلعبوا كورة بعد الفطار. المهم الفكرة والجمهور والحماس والفوز بأي جايزة حتى لو جايزة رمزية. في الدورات الرمضانية هنزعق لبعض شوي وننفعل على بعض شوي، بس هنخرج كلنا مبسوطين وهنكرر التجربة تاني، لأن اللي محتاجينه فعلاً كورة وملعب وأصحاب وشوية حب للعبة واللمة والناس. كابتن يحيى الحافي، من ساعة ما جينا يا كابتن يحيى وهم بيقولوا لي إن كان في أسطورة في الملاعب هنا اسمها كابتن يحيى قبل ما يحصل له ظروف صحية. الحمد لله. كنت بتعمل إيه يا كابتن يحيى يخلوك إن أنت الأسطورة هنا؟ كنت بلعب مع ناس كويسة جدا طبعاً. زي مين يا كابتن؟ كان من ضمن الناس اللي لعبوا معانا كان محمد عباس بتاع الأهلي، واتكتب في الجورنال في الكورة والملاعب معانا سنة 76. أنت بتلعب من ساعتها؟ لا قبليها كمان. أنا أكبر منه. اتكتب معانا، هو كان صغير يعني لسه. اتكتب معانا في الجورنال والزمالك كان هياخده وبعد كده الأهلي خده. وانت ما لعبتش في نادي من النوادي الكبيرة يا كابتن؟ انا اتكتب عليا في الجرايد وكده عشان كنت بلعب حافي. كنت تلعب كرة شراب؟ اه. بس سمعت ان انت كنت يعني زي كابتن سعيد الحافي في الترسانة. صاحبي الله يرحمه. الله يرحمه كابتن الحمه. سعيد ومحيي بتاع أرض يعقوب. لكن انت كنت هنا في جزاوي بتلعب في مركز جيزة هنا طول عمرك. واشتهرت بره، انا شهرتي جت من بره. من بره الساحة الشعبية ولا من بره؟ من مصر، في مصر، انا مستوى مصر. دورة بتاعت محمد الجندي كانت في العباسية في نادي طلعت حرب. كان بتعمل دورة كرة شراب احسن لعيبة في مصر كان بتلعب بالدورة دي. بس انت لعبت مع فريق كابتن مكاوي ده، قالوا لي كان بيلعب معانا احيانا. اه ده حبايبي دول متربيين معايا انت معاهم هنا في نفس الشلة من زمان. وكان في بقى لعيبة الله يرحمه اسمه جمال رجب، قالوا لي عليه. ده كان حاجة اسطورة. بغض النظر بقى عن ايه، عن لعبك في الكورة، انت بتيجي هنا الساحة يا كابتن حتى بعد ما ظروفك الصحية ما بقتش قد كده؟ روحي هنا. تيجي كل يوم؟ لازم روحي. ما تحسش انه تعب وانا على كرسي متحرك اقعد في البيت؟ ولادي بقى، ولادي بيشيلوني وودوني، يعني الحمد لله الناس كلهم كويسين. وبتتبسط لما تيجي؟ اه طبعا. امال ايه، ده انا لما ببقى بعيد عن هنا ببقى زعلان. احنا سعداء الحظ ان احنا شفنا حضرتك. الحمد لله. الله يخليك. انا اللي متشكر جدا.